طيب تعالوا بقى نروح شويه الكابتن سامي قمصان اللي الحقيقه امبارح برضو كان بيخوض مباراه قويه جدا الحقيقه، وكلام كتير برضو اكيد هنحتاج ان احنا نقوله عن كابتن سامي قمصان فيما يتعلق باللقاءين اللي فاتوا. هو كان هو معانا ماتشين يعني هنعد عليه، هو عنده ماتشين، ماتش الايسترن كومباني ومباراه الزمالك بالامس، فالحقيقه يعني هنتكلم طبعا اكيد عن هذه النقطه. لكن كابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني قال ان الفريق دخل مباراه الامس بحثا عن الفوز، والحقيقه اشاد بكل اللي قدموه اللعيبه وبالجهد الكبير اللي بذلوه طوال شوطي اللقاء. اوضح كمان انه خلال هذا طبعا المؤتمر الصحفي الكلام ده اتقال، قال بدانا المباراه بشكل مميز ونجحنا في التسجيل المبكر ولاحت لنا فرص متعدده. وكمان اشار ان اللعيبه قدموا مجهود كبير في ظل حاله الاجهاد اللي ظهرت على الجميع خصوصا بعد عوده اللعيبه الدوليين في الفتره الاخيره، فضلا عن طبعا الغيابات اللي كانت موجوده زي اليو ديانج وزي ايمن اشرف وغيرهم. واشار كمان ان النادي الاهلي واجه منافسه التقليدي الذي اعاد تنظيم نفسه بعد ان استقبل هدفا في شباكه، واشاد الحقيقه في الوقت ذاته بالاصرار اللي ظهر به اللعيبه لادراك التعادل وعدم خساره المباراه. عموما تعالوا نسمع يعني بنفسنا جانب من تصريحات كابتن سامي قمصان من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. في البدايه طبعا كنت اتمنى ان احنا نكسب، اعتقد بدانا المباراه بشكل كويس، كان عندنا استحواذ كويس وصلنا كذا مره للجون، كنا ممكن ناكد بالجون الثاني بعد المباراه. ماشي. اتكلمنا طبعا مع اللعيبه ان بدايه المباراه مهم جدا ان انت تحسم المباراه خصوصا في الشوط الاولاني، اشتغلنا على كده، كان عندنا طبعا جبنا الهدف الاول وكان عندنا فرصه ان احنا نسجل الهدف الثاني، لكن الشوط الثاني برضو نفس القصه، كنت عاوز احاول ان انا افكر في الجون الثاني، فعشان كده غيرت برضو بيرس، ما كان حاسين عشان يديني استمراريه في الاداء، وعشان برضو بيرس كان لاعب ماتشين في جنوب افريقيا، كان لسه راجع من اليابان، كان مجهد طبعا، وتوقيت المباراه بالنسبه لنا طبعا مش احسن حاجه، اللعيبه الدوليين رجوعهم لينا في توقيت قليل يعني، مع طبعا اصابه ديانج واصابه ايمن اشرف، وطبعا الجهد البدني الكبير اللي عمله السولية وحمدي. حمدي يمكن كان ما شاركش في ماتش كوريا، لكن كان عنده جهد بدني يعني، فكنت ترتيب المباراه اللي انا عاوز اخلص المباراه بدري عشان اقدر اريح اللعيبه ديت يعني، لكن الحمد لله في الاول والاخر طبعا احنا رجعنا للمباراه تاني، وكان عندي ثقه في اللعيبه كبيره اللي احنا نكسب المباراه، وبشكرهم طبعا على الجهد دوت والتصميم اللي هم يرجعوا المباراه تاني، فالحمد لله. لا، ما فيش حد في النادي الاهلي بيلعب وهو عنده شك يعني، عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي لعبت، شناوي حارس كبير لعيبه عنده خبرات كبيره، لعيب قائد للفرقه، فشناوي كان سالم 100%. التباين اللي انت بتتكلم عليه زي ما انا وانا اتكلمت في البدايه قلت ان كان مهم جدا استغل الحاله الفنيه اللي عندنا، استغل نادي الزمالك والغيابات اللي كانت عندنا الزمالك، واقدر ان انا اخلص المباراه خصوصا الشوط الاولاني، وهو ده اللي سعيته وده اللي كلمت اللعيبه وده اللي حاولت اعمله يعني، عملت اقصى ما عندي طبعا، لكن في الاول والاخر انت برضو بتلعب منافس عنده شخصيه، طبيعي لو يرجع في المباراه، وهو رجع فعلا في المباراه، لكن الحمد لله احنا قدرنا برضو نرجع تاني ونسجل هدف تاني، كنت اتمنى طبعا اسجل الهدف الثالث عشان ثقه جمهور النادي الاهلي طبعا الدول الواحد، لكن في الاول والاخر برضو الحمد لله عندنا مباراة تانية، ومهم برضو اللي انت بتلعب مسابقة دوري عام يعني، منافس يعني نادي الزمالك طبعا النهارده لما تاخد منه 4 نقاط كنا طبعا نأمل ناخد 6 نقاط، لكن برضو خلينا نبص للجانب الإيجابي وإن شاء الله نقدر نبني عليه إن شاء الله اللي جاي. كابتن سامي طبعا بنحييك على المباراة اللي بتاعت النهارده طبعا، وكنا واضح على لعيبة الأهلي الإجهاد، هل انت وجهه نظر حضرتك مثلا ان تلاحم المواسم اللي عليه لعيبه الاهلي
واستهلاكها ما بين المسابقات المختلفة أفريقيا ومحليا بجانب ان هم لعيبة منتخبات، هو ده ممكن يكون اللي خلى اللعيبة النهاردة يظهر عليها الإجهاد في الملعب بالشكل ده؟ طبعا دي حاجة واقع، يعني احنا عايشين وكل الناس عارفين الامور دي كويس جدا. يعني احنا بقالنا فترات كبيره جدا ما فيش فترات راحه بين المواسم. يعني اللعيب دلوقتي حتى معدلات المباريات بقت اكتر، بقى في دوري وكاس بطوله، شاركنا في بطوله العرب، شاركنا في بطوله افريقيا، شاركنا في تصفيات كاس العالم. وانت عارف دايما قوام النادي الاهلي، طبعا قوام المنتخب دايما من النادي الاهلي، لكن ده قدر انت لازم تسعى عنه، وده هدف من اهداف النادي الاهلي دايما اللي هو داعم لكل المنتخبات، وده اللي بنسعى عليه. لكن اتمنى طبعا زي ما انت قلت طبعا ان الناس تستوعب كده ان اللعيبه دول بشر مش الات، مهم جدا لما يريحوا، مهم جدا ان هم ياخدوا فترات راحه بين المواسم. النهارده بتشوف كل العالم رغم الظروف اللي فاتت في كورونا وضغط الموسم السنه اللي فاتت، لكن دلوقتي رجعوا وحاولوا اللي هو ينظموا الامور تاني، وبدات الدوريات في العالم ترجع زي طبيعتها يعني. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نتدارك الاخطاء دي ان شاء الله. اتفضل اخر سؤال يا استاذ، اخر سؤال اتفضل. كابتن سامي، احنا شفنا الشوط الثاني تراجع بدني كبير جدا من الفريق النادي الاهلي، وكان عندك فرصه خمس تغييرات كان ممكن تضرب النقط بشكل بدري شويه، تغيير بتاع الطاهر او تغيير صلاح حسين، شفنا كانوا متاخرين شويه في المباراه، ولما نزلوا عملوا نشاط اكتر من الاول. لا تغيير واحد يعني شفت ما كانش كافي لحاله الاجهاد. يعني وزن اعمل كام تغيير؟ بعد بدايه الشوط الثاني بشويه الكابتن ظهر بحاله الاجهاد الشديده على العيال. ماشي، عملت بين الشوطين تغيير عشان بيرس قلت كان جاي من مسافه بعيده جدا اليابان، وكان عامل ماتشين ولعب ماتشين، فبدات طبعا بيرس ان انا مش هقدر اعمل ثلاث تغييرات في بين الشوطين عشان الجهد البدني، مهم جدا ان انت تحافظ على شكل الفرقه، طريقة اللعب اللي احنا بنلعب عليها. لكن مع مجريات المباراة قدرت ان انا اغير في التوقيتات انا شايفها لا هي مناسبة، لان انا دايما كنت عاوز اكسب يعني، فكان مهم جدا ان انا احافظ على الشكل دوت. والتوقيتات التغييرات شايف من وجهه نظري طبعا يعني شايفها لا مناسبه. شكرا النهارده طبعا علي طبعا اصابه طبعا عنده شد، وحمدي نفس القصه، وديانج عنده في ركبته كان عنده مشكله في الغضروف وهو حقن بلازما يعني، وايمن اشرف برضه حس بركبته. اتمنى ان شاء الله خلال الفتره القريبه البسيطه دي ان شاء الله الفرقه ترجع ان شاء الله. اولا عاوز اقول حاجه اخيره بس، اللي انا طبعا بعتذر جمهور النادي الاهلي، كنت اتمنى ان انا اعمل احسن من كده، كنت اتمنى ان انا اكسب، كنت اتمنى ان انا اساعدكم يعني، لكن في الاول والاخر انا عملت اللي عليا واللعيبه عملت اللي عليا، بشكر اللي عليهم بشكرهم طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن ان شاء الله. والله قمة الاحترام كابتن سامي قمصان، ومش مجاملة حقيقي يعني، رجل محترم يقول لك أنا آسف. لا حضرتك ما تعتذرش أبدا كابتن سامي، كلنا عارفين إن احنا بنتكلم عن شخصك، أنت عملت اللي تقدر عليه وزيادة بصراحة. فشكرا جدا كابتن سامي قمصان، واثقين إن اللي جاي إن شاء الله هيكون أفضل مع النادي الأهلي ومع حضرتك. وبالنسبة للشكر التاني اللي عايزة أقدمه، أنا عايزة أقول شكرا لطاقم التحكيم الإسباني المحترم، الناس كانت بروفيشنال جدا. لما كان بيشعر حكم المباراة إن في أي محاولة لإضاعة الوقت من أي لاعب، أنا بتكلم من أي لاعب، كان very firm أو كان حاسم جدا، ما فيش الكلام ده، يا تقوم يا هتطرد يا هتاخد إنذار، الكلام كان واضح، القانون بيطبق. فكانت حاجة محترمة جدا امبارح بالنسبة للتحكيم. ولكن برضو هنرجع نقول زي ما كابتن سامي قال كده، خلاص اللي عدى او اللي فات فات، احنا بنركز ودايما بنبص لقدامنا لا نلتفت للماضي، وده بالنسبه لنا خلاص ماضي، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. في ماتشات مهمه جدا في الدوري لسه منتظره الاهلي، وحاجات زي ما حضراتكم عارفين مؤجلات، فبخير يعني كل الخير ان شاء الله، ما فيش مشكله. بس بيبقى من المهم ان احنا ولو نبص بصه نطلع احيانا على الماضي، وخصوصا الماضي القريب، عشان نشوف العطل فين. لان انت امبارح في ماتش امبارح يعني انا متاكد ان انت جواكي أربع خمس أسباب مختلفين هم اللي أدوا للنهاية. النتيجة مش الأسباب، لا الأسباب لازم تحلها في اللي جاي ده 100%. لا كلامك مظبوط، الأسباب أو المشاكل اللي عندنا لازم تحل، منهم طبعا الفاينل تاتش أو اللمسات الأخيرة أو الفينالة بتاعتنا. دي لوحدها بقى لنا قد إيه بنتكلم فيها؟ لا دي بقى لنا كتير فعلا. يعني النادي الأهلي فعلا زي ما كنت بقول لك بيستحوذ وبيهاجم بشكل جميل جدا. ولو هنتكلم على إمبارح، الزمالك كان عنده مشكلة في الدفاع،
الزمالك كان عنده مشكله في الدفاع واضحه من اول دقائق في الشوط الاول، واحنا داخلين عارفين وقلنا الكلام ده امبارح.